ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ولما ورد الماء مجيئا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء كبير فسقاهما فسقاهما ثم تعلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي